الموتى وبيوتهم وسط المدافن. هم سكان القبور، أحياء بالاسم فقط، منسيون في زخم السياسة، عايشين على مأوى القرافة اللي الناس بتيجي وتحن علينا. أنا بنام والكلاب بتخش تنام جنبي مني. عايزة مكان نظيف إن أنا أقدر أعمل لقمة للست دي أحميها. أعيش دي تعيش زي ما الناس ما يعيش. أنا قاعدة هنا في الطرب أدي كذا سنة ومعايا عيالي، معايا 5 أولاد وأنا قاعدة في أوضة واحدة، وبعدين أدينا كذا سنة وإحنا نعاني بالمشكلة دي، محدش كده كده سامعني ولا حد جايب لنا أي حاجة. يبقى المفروض إحنا، المفروض انتوا تحسوا بينا يعني. هديل النهارده 37 سنة، لولا الاوضه اللي لما انا ولا عندنا لا ارض ولا طين ولا بيت ولا حاجه. لما تقدمي لك قدامك كام سنه على ما يدوك المكان ويعلم يدوك ولا ما يدوكيش. التفتت حمله احياء بالاسم فقط الى معاناه سكان المقابر مقدمه الدعم له. الحملة منطلقة بقالها 7 شهور، هي بتصب يعني كامل اهتمامها على القضايا الاقتصادية والاجتماعية للمصريين. ده نابع من إيماننا إن انتصار الثورة أو الثورة من الأساس ليها مكون اجتماعي. الهدف منها إن إحنا نلقي الضوء على مشاكل سكان العشوائيات والمقابر، الناس اللي هي ما عندهاش أدنى حقوق في الدنيا، ما عندهاش أقل إمكانيات الحياة، ما عندهمش ممكن مية وما عندهمش صرف صحي، في ناس ما عندهاش كهرباء. انا عايزه حد من المسؤولين يقول هم في دماغهم الناس اللي هنا ولا احنا فعلا ميتين زي الميتين اللي احنا عايشين معاهم. اذا بطفله تشوف ميت وهو نازل التربه بيدفن، مفيش مسؤول من اللي ماسكين في الحكومه يرضى على ابنه ولا بنته تعيش العيشه اللي الاطفال دي عايشينها، ولا البنات. لو جه عريس لبنت كبيره بيمشي عشان ساكنه في المقابر. احلامهم بسيطه لا تتخطى 4 جدران، ومع هذا فهم يعيشون واقعا مريرا، ويكفي أنهم يشاركون الأموات في سكنهم. فهل من الممكن أن يشعر بهم مسؤول؟ بسنت شحاتة، ممكن. شكرا يا بسنت. هم دول الناس اللي بيقولوا هيطلعوا عليكم، دول الناس اللي بيقولوا لما يعملوا ثورة مش هتقدروا عليها، دول الناس اللي هم شكلكم أمك وأختك وأبوك، بس هي الأقدار اللي بتوزع. دول الناس اللي محدش حاسس بيهم ومش عارفين إذا كانوا عايشين ولا مش عايشين. عايشين بجد؟ في حد فاكرهم؟ في أمل؟ ولا عايزين نسكتهم بس عشان يفضلوا زي ما هم وانتوا تتهنوا زي ما انتوا متهنيين إذا كنتوا متهنيين؟ خلونا رحب بضيوفي، إخواتي وأهلي. أهلا وسهلا بيكم. محمد محمود من مقابر الغفير، أهلا وسهلا يا محمد. خالد معروف من الدويقة، أهلا وسهلا. أجدع ناس، الله يخليك يا أستاذ. عبد الرحمن ابو هيبه من رمل البولاق، اهلا وسهلا. العروسه داليا، ازيك يا داليا؟ انت من الشهبه. ام كريم، سيده ام هاشم، سيد ربيع من الشهبه، اهلا وسهلا. ازيك؟ الله، عامله ايه؟ الحمد لله. طيب خلونا نبتدي من عندكم كده عشان انتوا شباب ويافع وهم خايفين منكم وبيقولوا طلعتكم هتبقى طالعه. يعني انتوا تطلعوا على الناس بجد؟ والله من اللي احنا فيه، من اللي احنا شايفينه، احنا بالنسبه لسكان المقابر احنا اموات. واللي انت بتشتغل إيه؟ انا بشتغل على باب الله. احنا بالنسبه لسكان المقابر كلهم على باب الله، احنا مش محدودين دخل، احنا معدومين الدخل، احنا معدومين الدخل اصلا، مش مذكورين ولا محسوبين على الدوله. طب ممكن تكلمني عن عيلتك؟ عن عيلتي انا واسرتي 5 تنفار، انا عن نفسي خمس افراد عايشين في اوضه زي بقيه، وفي بتوصل ل8 افراد في اوضه عايشين، مفيش صرف صحي، مفيش كهرباء، مفيش ميه، والتلوث محوط جميع الهواء والتربه والميه وجميع انواع الحشرات تلاقيها عندنا. تعابين تلاقي، عقارب تلاقي، طفل ماشي في الشارع ما يعرفش حاجة، هيلحق نفسه ازاي مع الدولة معتبراه ميت. مش هسألك بتاكلوا ايه وازاي والحاجات العادية دي، بتشوفوا الدنيا ازاي، بتشوفوا المظاهرات دي ازاي، والتغيير ازاي، والثورة ازاي. احنا كنا عايشين على امل حاجة جميلة قوي رسمناها في خيالنا كلنا ورسمناها في خيال اطفالنا، في تغيير في الثورة، في جديد. كنت بتطلع بتروح مظاهرات؟ شاركنا. وعندنا مصابين. عندنا مصابين وشاركنا بأرواحنا، وكنا مستعدين
نموت في سبيل اسقاط نظام فاسد قديم. وعايشين على امل ان النظام الجاي هيكون احسن لينا ولاولادنا ومستقبلنا. هنقدم غدا افضل لاطفالنا. وبعدين؟ بس احنا زي ما احنا للاسف ما اتحركناش. كلمه هنطلع يعني ايه نطلع؟ هنطلع لان احنا مش ايدينا في الشق، احنا جسمنا كلنا بقى في الشق. مفيش حاجه نعملها. مفيش، خلاص احنا ما قدمناش اي حاجه نعملها. احنا الدوله معتبرانا اموات، احنا كده كده ميتين. انتوا عايزين تطلعوا، كلمه نطلع دي اذا ضاقت بيكوا على الاخر ومحدش بصلكوا، انتوا عايزين تطلعوا على الدوله ولا على البلد؟ احنا عاوزين نطلع لاي جهه تحس بينا. تعتبرنا من ضمن الاحياء، من ضمن السكان. انتوا ما انتوا شايفين نفسكم احياء. لا احنا شايفين نفسنا، وللاسف الجهاز كله شايف، ولا هو كمان شايفنا احياء. اعتبرنا اموات من ضمن الاموات اللي في المقابر. احكي لي عنكم في الدويق عايشين ازاي؟ يعني امتى بتضحكوا وامتى بتزعلوا وامتى بتقعدوا تتفرجوا على التلفزيون؟ انتوا حاسين ان انتوا جزء من هذا البلد ولا انتوا مالكوش دعوه؟ لا ازاي طبعا يا استاذ خيري، حاسين ان احنا جزء من هذا البلد. اه، وفي ناس من الدويقة مش انا شخصيا نزلت في الثوره وشاركت في الثوره. تمام. الناس دي من الجوع، من قله الشغل، مش لاقين ياكلوا، مفيش سكن ادمي. انا واحد من الناس، انا استلمت، مش اقول لك لا ما استلمتش، استلمت سكن، بس في ناس كتير ما استلمتش. ناس كتير مرميه في الشارع. الناس دي من الجبروت بتاع النظام اللي فات. قالوا نطلع في الثوره. يمكن النظام يغير الجديد بدون ذكر اسماء، ما كناش نعرف ان مرسي او اي حد هيجي. انتوا طالعين عايزين تغيير وخلاص. طالعين تغيير. للاسف الناس نزلت وغيرت والثوره اتعملت، بس للاسف مفيش جديد. ايه اللي مش عاجبكم؟ يعني شايفين المشكله فين؟ المشكله في النظام نفسه، في الشغل، مفيش، مش موفر شغل للناس. بتشوفوا النظام ولا المعارضه ومعطلاه ما انا هقول لحضرتك. جبهه الانقاذ والمعارضه دول، هسالك سؤال معلش مع احترام، دول لو البلد دي خربت دلوقتي حالا بطياراتهم هيبقوا بره. معلش بدون ذكر اسماء، بطياراتهم وبفلوسهم هيبقوا بره في بلاد بره. لكن انا والامثالي والناس اللي تعبانه وسكان المقابر وسكان العشوائيات والناس الحرفيين اللي محدش طلع منهم لغايه دلوقتي، الناس الحرفيين اللي هم الارزقيه اليوم بيقوموا، اللي مش لاقيين يجيبوا الجنيه لعيالهم ياكلوه بيهم، دول هيروحوا فين؟ لازم هينفجروا، قنبله موقوته هتنتظر منهم ثوره جياع. بتاع ده يعني في الدويقه ده حوار مثلا بتسمعه بين شباب ان احنا خلاص ملهاش حل لازم نطلع؟ ما هم عايزين يطلعوا، مش لسه لازم نطلع. فيهم في امل ان ربنا يحسن، بس احنا الاختلافات اللي بين جبهه الانقاذ من ناحيه والاحزاب بتاع المعارضه من ناحيه والحزب الدستوري الجديد من ناحيه والرئاسه والنظام اللي ماسك، نعم، حاسين ان الدنيا بتخرب. مفيش حد بيتكلم يا استاذ خيري الا على الكرسي، على الكرسي فقط لا غير. محدش بيسال الناس دي واكله ولا شاربه ولا جعانه ولا 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 ولا. يعني انا عن تجربه شخصيه، انا واحد من الناس، انا كنت شغلي في معروف في التحرير جنب الثوره. من ساعه ما قامت الثوره مش عارف اجيب لي جنيه لعيالي اكلهم بيه. امال بتعمل ايه؟ اشتغلت سواق على عربيه فان عشان اشتغل واكل عيالي بالحلال. لا رضيت اطلع اسرق ولا رضيت اعمل، انا بكلمك عن نفسي. تمام، بس انت تعرف شباب طلعوا يسرقوا ومشوا حالهم؟ في كتير صراحه، كتير كتير، اه طلعوا في الثوره نهبوا وسرقوا. كتير، بس بفضل ربنا يمكن الحسنه الوحيده اللي عملها والدي الله يرحمه ان اكلنا بالحلال الحمد لله، فما بنقبلش الحرام على عيالنا. فاضطريت اسيب شغلي واشتغل على عربيه سواق عشان اكل عيالي بالحلال. حتى في السواقه يا استاذ خيري، عربيه فان يجي لك 12000 ونص مخالفات في شارع الازهر هنا هنا، اللي الدكتور مرسي في الحمله الانتخابيه قال لك اول حاجه الفان والتوك توك دول هرخصهم. والله اقسم لك بالله والورق معايا لو عايز اجيبه لك. ما رخصتش. رخصنا فين بيه؟ ده بقول لك الامين انا في مره خدتني مخالفه والله اقسم لك بالله. كنت على المطلع بتاع كوبري الازهر. فبنزل واحده ست عجزه. والله بقسم لك بالله حاسبني عليه ربنا.
جه قال لي وحياة باللفظ كده، وحياة امك لديك مخالفة بألف جنيه، اقسم بالله والله شاهد على ما اقول. فنزلت قلت له ليه عجزة؟ قلت له دي واحدة عجزة بنزلها، مفيش حد للأسف ينزلها، انا بحكي لك الجبروت بتاع النظام الحالي. قال لي وحياة امك لكتب لك المخالفة بألف جنيه. قلت له خلاص اللي يرضيك من ربنا اعمله. بس انا عايز اسألك سؤال للأمين. انت شايف في المطاوي في العتبة بتتباع علني، البلطجية اللي واخدين الساحات وبيأجروا الساعة بعشرة جنيه للناس تركن باركي في الازهر وفي قبل الجراش اللي تعمل في الدراسة عند مستشفى الحسين، وهنا وهنا محدش بيقدر يكلمهم ابدا، محدش بيحتك ولا بيكلمهم ابدا، بل بالعكس انتوا واقفين جنبهم، واقفين جنبهم وبتحموهم عشان ياخدوا فلوس ده من ده من ده من ده، واحنا اللي عايزين نجيب جنيه بالحلال لعيالنا تأذونا عشان نبيع العربيات، واللي شغال على العربية يباع اجار، واللي 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 حرام عليكم، ده احنا سيبنا شغلنا وكفايه احنا كده. قال لي والله بهذا اللفظ، قال لي احنا عايزينكوا تسرقوا عشان احنا نشتغل. سياده الامين اللي بيكتب المخالفات بتاع المرور عايزكوا تسرقوا عشان هو يشتغل، عشان الحكومه تشتغل، مش هو شخصيا يعني الحكومه عشان يخف الضغط عليه هو شويه يعني. الشرطه تشتغل والمباحث والدنيا. قلت له طب ما عندك بتوع العتبه اللي بيبيعوا مطاوي واللي 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 واللي، احنا كفايه احنا مقهورين اصلا في الدويقه يا استاذ خيري، يعني في شارع اسمه شارع الطيران مع احترامي عندنا، مفيش الا هو مدخل وحيد لمدينه الدويقه، اكتر من 2.5 مليون نسمه لهم مدخل واحد، مدخل واحد والله، لو عربيه عطلت ما تعرف تدخل عربيه اسعاف ولا عربيه مطافي ان تنقذ مريض او لا قدر الله تطفي حريقه في اي حته، اقسم لك بالله. من غير ما تقسم عبد الرحمن، عندكم انتوا بقى في رمله بولاق الدنيا شكلها ايه؟ الناس شايفة اللي بيحصل ده ايه؟ الناس غضبانة؟ الناس عايزة تعمل ايه؟ انا عندنا في رملة بولاق بيحصل تهجير معانا بالعافية، تهجير طبعا في الارض عشان مش عاوزيننا نقعد على الكورنيش، طبعا احنا غلابة منفعش، لازم اللي يقعد على الكورنيش دوت سويرس وبعد رجال الاعمال اللي هم بيشتروا الاراضي وبايعين الاراضي من حوالي 50 سنة وبايعينها لمين ما نعرفش، ومين اللي باع لمين، والمستثمر احنا ما احنا كل اللي نعرفه عن قضيتنا اللي احنا بنطلع عشانها مظاهرات وبنعمل عشان نقعد في الارض، وبنقول لهم عاوزين تطوير بس من خلالنا، يعني مش تطوير، احنا ضد التهجير، عاوزين تطوير من خلالنا مش تطوير للمستثمر، يعني ما تجيش على 10,000 اسرة او 15,000 اسرة من اجل مستثمر عاوز يبني كام برج. فاحنا بنقول لهم احنا مع التطوير، عاوزين تطوير في المنطقة بس يبني لنا مساكن نظيفة زي مساكن زينهم زي اي مساكن نظيفة ادمية، لان اكتريه المساكن في بلاب والعلا او في مثلث مزبور عامه تلاقي الاسره فيها 5 تنفار قاعدين في اوضه واحده وقلنا قد كده وحمام مشترك بيدخلوا 50 معاناه يعني. فاحنا بنقول يعني احنا نزلنا الثوره وشاركنا فيها كبلاب والعلا على اساس يعني امل في التغيير اللي احنا بننزلوا لغايه دلوقتي، وبننزل لغايه دلوقتي. بتنزلوا علشان مكملين. ايه بتنزلوا مع مين ضد مين ولا عايزين ايه يعني؟ احنا لا تعنينا الخناقه السياسيه بشيء، احنا كل اللي يعنينا قضيتنا وحلول ليها، حق في السكن، حق في الصحة، يعني لا يعنينا مشكلة الدستور والنخب والخناقات على السلطة وعلى الكراسي بشيء، احنا كل اللي يعنينا اللي احنا عاوزين حق في السكن وحق في الشغل وعاوزين حق في الصحة لكل مواطن، عاوزين يبقى في عدالة اجتماعية بجد تتخذ قرارات بجد. ايه؟ انا بشتغل فني تبريد وتكييف. وفي شغل تشتغل؟ لا كده في الصيف وفي الشتاء بشتغل اي حاجة تانية. بتغير الشغل؟ يعني حسب أرزقي برضو، بس يعني ماشي في موضوع المنطقة من 2008، عملت رابطة اسمها رابطة مثلث مزبيرو، كان بيحصل معنا تهجير بالعافية، كان المأمور بتاع الاسم بينزل بقوة، البيت بيدفع عليه 50,000 جنيه عشان يتشال للمأمور، كان الفساد بقى الحي والمحافظة ومثلث مزبيرو طبعا. لسه الفساد ده موجود زي ما هو؟ هو قل قل، بس بيدونا مسكنات، يعني بيدونا مسكنات اللي هو احنا هنبني لكم واحنا وانتوا واحنا معاكم، المحافظ بيقول لنا كده، وكل اتغير اتنين محافظين ونفس المسكنات هي اللي بتتقال، والمستثمر والارض دي متباعه. طب مين اللي باع الارض؟ انا عاوز افهم مين اللي باع الارض وباع لمين وباني حق وقاعد على سكان، انتوا بتبيعوا الشعب يعني انتوا بتبيعونا؟ انا عاوز افهم انتوا بتبيعونا بتبيعوا الناس؟ انت تبيع قطعه ارض المستثمر تبيع له في الصحراء يبني مصنع يبني مدينة اللي هو عاوزه، لكن ما تبيعش أرض عليها يا سكان. وبعد كده احنا مناطق شعبية مش عشوائية يا أستاذ خيري. نعم الشعبيات فيها مطلعة دكاترة ومطلعة طبعا
مستشارين، فالاعلام كله مطلع المناطق دي عشوائيه، وعلى طول الافلام بتطلعنا سنج ومطاوي وبنموتوا بعض والحاجات اللي انت بتشوفها زي حين ميسره وكده، مع ان المناطق دي فيها يعني. طب عندكم الواقع اللي في الفيلم ده موجود بالشكل ده؟ لا، كل دوت افلام لازم يبقى فيها اثاره عشان تشتغل بس طبعا. يعني ما بتعبرش عن واقع موجود عندكم؟ لا، ما بتعبرش عن واقع. ممكن بيحصل بعض الحاجات اللي زي دي، بس مش بالطريقه اللي بيظهروها الافلام ديت، زي عبد موتى او بعض الافلام اللي اتعملت دي، مش بالطريقه دي. دي فيها مبالغه جدا يعني، مبالغه جدا، وهنا ميسره وكل الاماكن دي. بس يعني انت عندك مش بلا ابو العيله بس، انت عندك عزبه طب حشيش اللي هي في غمره، وعندك اسطبل عنتر في مصر القديمه، عندك مناطق كتيره شعبيه متدمره ومحدش باصص لها. طب عايز افهم متدمره دي، وعايز افهم شكل الحياه جوه ممكن يطلع ايه يخرج للبلد. بس انا هطلع فاصل وهرجع تاني عشان اخد الجميله داليا واخد ام كريم، بس هنطلع فاصل ونرجع نكمل. هسيبكم دلوقتي مع فيديو بعد البلاك بلوك الرجالي. نزل بلاك بلوك حريم النهارده عشان حمايه البنات من التحرش. البنات نزلوا مغطيين وشوشهم، كل عنف بيجيب عنف. نلتقي بعد الفاصل. Oh!